السلام عليكم من جديد لفيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يكون في افضل الاحوال بخير على خير بصحه جيده. وكنرحب الناس جديد كنقول لكم مرحبا مرحبا. الناس القدام كنقول لكم دار داركم وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم والكلام الطيب ديالكم اللي كيشجعوني. المهم ان شاء الله غنشارك معكم الدجاج باليد ديال الوالده ديالي كطيب هكاك المناسبات اللي كان شي واحد هكاك من العائله تزوج ولا هكاك الاسبوع ولا شي. المهم شي مناسبه هكاك واخا تكون كبيره كطيب ما شاء الله وعندها اليد ما شاء الله لذيذ. لقيتها هنايا كتوجد في الدجاج قلت بلاتي نشارك مع المتتبعات ديالي الغاليات ديالي. ما نبخل عليكم بوالو بحال قلتكم ديما اي حاجه اللي غتنفعكم هكا غنشاركها معكم ان شاء الله. المهم نخليكم على الطريقه مع الفيديو. الطريقه سهله وكيجي لذيذ ما شاء الله. ثوم البصر البصله تحميره العيسى سكينجبيع كافا الخرقوم الملحة والزيت البلدية والزيت الرومية كل واحد والطريقة ديالو كل حد صنع من سبع كنوز معدنوس صباع كزبر والماء ورماك الماء غتروي بيهم دابا الكزبر بجوج مخلطة كتشحطي البصله غتشحريهم ولا ديريهم في الماء ديريكت؟ غنديرو الماء ديريكت يجي زوين محمر في الفران كديري محمر في الفران صافي غنتبعو الطريقة ديالك كيجيو بنان الطريقة ديالك. هيا هدا ما يشبعش الناس كياكل ما يشبعش الناس ما كيشبعوش منهم تبارك الله هديك الوالدة الكاس قريب صغير هذه بحال الكاس نتاع العنبه اللي صغير ديال الزيت باش عندنا جوج دجاجات موين زيت الزيتون زيت الزيتون والزيت الرومية بجوج اللي كيستعمل الزيت الرومية دي غير زيت الرومية. انا كندير زيت الزيتون بوحدو انا عندي زيت ماشي مجهدة بزاف كندير غير زيت الرومية زيت الزيتون تاع الماء باش تكون تشرميله نتاع الدجاج تدخل داني دابا الدجاج تقبي باش تدخل تشرميله باش ملي غيطيب ما يتنفخش صافي نقبع كتشري بالموس باش يدخل كوش باش يدخل فيه التشرموله باش يشرب التشرموله نوع هكا كتدهني كتخلي فيها داك البصلة وديك التشرمولة كاملة في لا موطارد والحار اللي بغا يدير في السمن يدير السمن يدير السمن مبغاش ميديروش السمن الزيت البلدية الزيتون فيه كامل كلش صافي تستمر بحال هكا كدهنيهم وتدير فيهم التشرمولة من بعد شوف الدجاج كيفاش جا صافي بهاد الطريقه صافي غتزيد عليهم البصله وكترويهم الاول ما كتشحرهمش انا كنشحر الدجاج كل واحد حتى هاد الطريقه كتجي سهله وكيجيو لذات. كتزيد عليهم البصله وصافي كل واحد والكياس ديالو ديال البصله. كاين اللي كيبغي الضغميره بزاف شحال ما زدتو نتاع البصله كيتكون الضغميره ياك خليهم يرتاحوا شويه شحال ما شربوا اللقامه كيكونوا كيجيو بزاف صافي غتوجدهم دابا باقي الحال عاد غتخليهم المهم يشربوا هذاك التشرموله ديالهم حتى المهم تقرب طيبهم وشحال ما خليتهم يرتاحوا كيشربوا هذاك التشرموله. المهم كتعرفوا الدجاج كي هنايا ما عندهاش الحامض اللي عنده الحامض ولا اللي عنده مصير يزيد المصير ما عندهاش يعني لا مصير ما عندهاش الحامض بالشمس ودي هنايا غتزيد شويه نتاع السمن وهو هنايا في القنت ما كتشوفوا ولا لا زدت شويه صحاب لي ما عندهاش ملي سولتها لقيت عندها السمن. المهم كل واحد كاين اللي قلت لكم اللي كيزيد مصير كاين اللي كيزيد السمن المهم الطريقه معروفه كنشارك معكم وصافي وكيجيو بنانين بهذه الطريقه. البصله قلت لكم زيدوا شحال ما بغيتوا درتو قيله شي ثلاثه كباوري بحال هكا
كتشلطهم وصافي ما كتطحنهمش. هذا الحوت نشارك معكم هذا الحوت طايبه غير في المقله ثقيله بحال المقله ديال البطوط، وهذه ما شاء الله طويله كتبعها على البوطه وصافي ماشي في الفران. انا عمري ما شفت هذه المقله كتجي زوينه وعامليه هكاك على البوطه وصافي. اختي صوبت الحوت، المهم درنا الحوت الغدا كتغطي غير بابي كويسو و بابي الومنيوم وصافي. المهم الاخوات كنشارك معكم هكاك اللقطات وصافي من بعد داك الشيوات اللي حضرت ليا اختي الله يحفظها ليا. بحال هكا كتخلي ليا الوالده ولا اختي الفول ديال البلاد هكاك ديال الجريده نتاع الوالده ولا البقوله، المهم اي حاجه هكاك اللي ما كتكونش هنايا ولا ما كتكونش نفس البنه، المهم كتعرفوا هنايا كتوصلنا هذيك الحاجه ماشي ما كتبقاش في البنه ديالو. وكنشكرهم بزاف الله يحفظهم ليا ويطولهم في العمر ان شاء الله. البغميره جات ما شاء الله بحال ديال المناسبات، وزادت غير شويه نتاع زعفران شعره، زادت شويه نتاع زعفران شعره والملح المهم على حساب الذوق. صافي حيدت هذيك الدجاج وزادت هذيك القناسي وهذيك الكبده وصافي. المهم الطريقه سهله ما شاء الله كيفاش صافي حيدتهم من هذيك المارق دخلتهم الفران ما شاء الله. نتمنى تجربوا ان شاء الله الطريقه سهله بحال ديالكم كيجيو بحال نتاع المناسبات. اخوات نتمنى تكملوا على الفيديو كتعرفوا مع الصوت كان بزاف نتاع اصوات الوليدات وداك الشيء. هنايا قلتكم نسيت في الاول ما قلتكمش ملي دات الاقامه الدجاج العطريات مكزات الملحه وزعفران الحر صافي درتهم طابوا. المهم حتى طاب هذاك المهم الدجاج وداك الشيء حيدتهم درتهم في الفران وصافي هذاك الدغميره حتى وقفت هكاك. المهم هنايا درت الديسير اختي وصافي. هنايا واحد النهار اخر دات ليا عاوتاني اللحم بالبركوك والزيتون الكحال والخبز ما شاء الله هذه المقله والسايكوك، المهم ما شاء الله عليها الله يخليها صحيحتها، وسلطه نتاع الرز. المهم المهم غير لقطات لي هكاك وصافي باش يبقاو لي حتى انا الذكريات. المهم كنت كنضحك معاها كيفاش كدير الخبز كنخلطو صافي ما كنرجع عندي ما كيرجع عندي. المهم الاخوات كنشارك معكم وصافي. المهم كل واحد وخير الدار ما شاء الله. هو قاعد تجسمو حتى ملي كيبقاو هكاك الذكريات كنفكر اختي الله يخلي ليها صحتها. والمهم خلات ما وجدت ليا معكم بعض الحاجات وصافي ما كنتش ديما كنصور. هنايا درت الوالده الله يحفظها ليا واحد النهار في نهار الجمعه سكسو بالقرعه نتاع الجريده، واختي وجدت القنينيه هكاك ولا الارنب عاوتاني مع فريتا. المهم هنايا كان قالت لي ودير لي هذاك بريوش اللي وجدتي في القناه قلتها واخا. وواحد النهار في العشيه وجدت لي هذيك البريوش وعجبها وحتى وليداتها عجبهم بزاف وديما كتوجد لهم هكا. قالت لي ما كيبغوش اللوز لا والو كيبغيو غير هكاك وصافي. هنايا ما كانش عندها اللوز درت لها الكوكو، ولكن وليداتها قالت لي كيفضلوا بلا حتى شي حاجه. المهم الاخوات قبلوا على الفيديو ماشي شي حاجه، المهم كنشارك معاكم وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم. جيت عند اختي قالت لي صوب لي بريوش اللي صوبتي في القناه، ودت لي بريوش ولكن درناه بكوكو صافي ما كانش متوفر اللوزيفيلي. وجا زوين والله الا جا زوين، جا كيحمق جا خفيف ما كيدير لا ماكادير لا حتى حاجه لا تدليك لا سهلة ساهل ومهل والله الا ساهل ومهل وكيجي زوين دغيا كيوجد دغيا بحالي بونج. الدراري ديالي والله رحمكو عليها اختي والله لا زوين وبصحتكم الله يعطيك الصحه. دغيا دغيا كيوجد دغيا دغيا كيوجد دغيا كيوجد ما كيدي حتى حاجه حتى وقت ما كيديبو الوقت كاع كيجي خفيف كيجي مزيان بصحه اختي يعطيك الصحه.